في هذا الحدث المهم دعونا نبني مستقبلا مشرقا وديمقراطيا يتسم بالتقدم والعداله. حزب تقدم الاشتراكية ينظم اليوم بتطوان وبمساهمة من فرعنا الإقليمي بتطوان وبأيضا مساهمة للفروع الإقليمية المجاورة بجهة طنجة تطوان الحسيمة. نسعى من خلال تنظيم هذا اللقاء إلى إحياء بداية ذكرى تأسيس الحزب الثمانين، وقررنا في الحزب أن تكون لنا أنشطة مختلفة في مختلف مدن المغرب. اخترنا أن يكون موضوع ندوة تطوان هو البديل الديمقراطي الذي يقدمه الحزب والذي صادق عليه في مؤتمره الأخير الوطني 11، وهو منظور واضح لكيف نرى الممارسة السياسية اليوم، كيف نرى تعميق المسار الديمقراطي، كيف يمكن أن تكون هناك فعلا اختيارات تقوي الاقتصاد الوطني والقدرات الانتاجية للمغرب، وكيف يمكن أن نصل فعلا إلى مجتمع العدالة الاجتماعية والعدالة المجالية الذي ننشده بنزعة كذلك بيئية ايكولوجية واضحة بالنسبة لحزبنا. جئنا لنعرض ذلك اليوم، ولكن لنستمع كذلك إلى مجموعة من المساهمات من خارج الحزب حتى نتمكن من مناقشة بشكل مفيد هذه التوجهات، وأيضا مع الحضور الذي ستكون له إسهامات على هذا المستوى. زهير روغاني الكاتب الإقليمي لحزب تقدم الاشتراكية بتطوان، اليوم تطوان تتشرف باحتضان ندوة فكرية حول موضوع البديل التقدمي الديمقراطي، وهو نفس الموضوع نفس العنوان الذي تبناه الحزب سنة قبل هذا اليوم بالمؤتمر الوطني الذي تم انتخاب على إثره السيد الأمين العام لحزب تقدم الاشتراكية محمد نبيل بن عبد الله وكذلك عضوات وأعضاء المكتب السياسي. اليوم تطوان كما قلت تتشرف باحتضان هذا اللقاء الذي يتضمن مجموعة من النخب والباحثين على مستوى وطني لتدارس موضوع يعتبر من بين قيم ومبادئ الحزب وطنيا ومحليا وإقليميا.